الرئيس اتكلم ايضا عن الدلتا وزراعه 1.5 مليون فدان، وقال منين جت الميه. والحقيقه ان هي دي يعني الاهم فيما قاله عن مشروع 1.5 مليون فدان. قال انه يعني ده سينتهي زراعته خلال عامين على طريق الضبعه. والحقيقه انه الاهم في هذه القصه جبنه المياه منين. دي كانت مياه، دي مياه بيعيد بيتم إعادة تدويرها لاستخدامها للزراعة، ودي كانت مياه مهدرة، كانت مياه مهدرة ولكن بيتم إعادة تدويرها كي تستخدم في الزراعة. وده مهم جدا، لأنه صحيح ان احنا لن نسمح بالمساس بحصه مصر في المياه، ولكن على الجانب الاخر لازم نعمل لاستخدام المياه بكفاءه. يعني لازم نعمل لاستخدام مواردنا الحاليه في المياه. احنا دلوقتي عندنا فقر مائي حتى في هذا الوضع الحالي، في هذا الوضع بنسبتنا العاديه وحصتنا الطبيعيه لدينا فقر مائي. فلابد من تعظيم كفاءه استخدام المياه. وده حادث سواء في مجموعة من المشاريع تحلية المياه، استخدام إعادة استخدام المياه الجوفية. تعتبر مصر الآن واحدة من أفضل الدول في العالم لإعادة استخدام المياه. نسمع ما قاله الرئيس عن مشروع الدلتا والمليون ونص فدان. من يومين ثلاثة كنا بنتكلم عن الدلتا الجديدة، احنا بنتكلم في 1.5 مليون فدان. 1.5 مليون فدان دول بفضل الله سبحانه وتعالى خلال سنتين هنكون زرعينهم. كم؟ انا بقول 1.5 مليون فدان. فين؟ على طريق الضبعة. لما اجي اتكلم النهاردة في 1.5 مليون فدان، ومهم اوي ان انا اقول لكم طب المية بتاعتهم منين؟ 1.5 مليون فدان انا بتكلم على المنطقة دي، منطقة الضبعة، يعني المنطقة الغربية، يعني المنطقة اللي سكانها قليلين. المياه جايه منين؟ وانا بقول الكلام ده عشان انتوا تاكدوا عليه وتقولوه وترددوه. احنا مش جايبين ميه، ما خدناش ميه حد، احنا خدنا ميتنا تاني بقول اللي كانت بتستخدم مرتين او ثلاثه، وبناخدها بنعمل لها معالجه ثلاثيه متطوره تخليها صالحه تبقى للمعايير العالميه الصحيه للاستخدام في الزراعه. احنا عملنا الكلام ده حتى الان في ثلاث مناطق. طبعا احنا كنا اتكلمنا على مستقبل مصر، وده حوالي 250 الف فدان. فاحنا بنتكلم على ميه كانت بتترمي في الماكس في اسكندريه، الميه دي برضو هناخدها نعمل لها معالجه حوالي 6 مليون متر في اليوم، وهيتم معالجتها بحيث ان هي تبقى ميه صالحه للاستخدام في الزراعه، ويتم الزراعه بيها. اللي انا بتكلم فيه بقى اللي هي الدلتا الجديده، يبقى مستقبل مصر مع محطه الحمام اللي هي المحطة الجديدة اللي هي 6 مليون متر في اليوم، دي هتخش عشان تزرع 1 مليون فدان، بالإضافة لفرصة المياه اللي موجودة، المياه الجوفية اللي بتستخدم. بتكلم في أكتر من 1 مليون فدان. فين؟ في منطقة الضبعة. بتكلم في 500 ألف فدان. فين؟ بتكلم في شرق في سيناء. بتكلم في 600 ألف فدان. فين؟ في توشكا.